محمد سعيد، مساء الخير. إذا أبرز الاستعدادات لديك للاحتفاء باليوم الوطني سعيد. أهلا بك أحمد، تحية طيبة لك ولكافة السادة المشاهدين. بالفعل أتواجد في محافظة عنيزة وتحديدا في أحد مؤسسات القطاع الثالث الغير ربحي، والذي يستعد هو الآخر إلى جانب القطاعين الحكومي والخاص بإقامة العديد من الفعاليات والاحتفالات باليوم الوطني المجيد الذي نعيد فيه ذكرى تأسيس وتوحيد هذه البلاد المباركة. هذه الفرحة التي ستغمر قلوب السعوديين أحمد، بالتأكيد أن هناك فئات غالية على القلوب جميعا، ولعل واحد من تلك الفئات هي فئة ذوي الإعاقة التي يجب وأن يكون لهم دور ومجال للتعبير عن فرحتهم، وكذلك ليعيشوا هذه الفرحة الخالدة في قلوب السعوديين. للحديث اليوم عن جمعية عنيزة الخدمات الإنسانية التي تعنى أيضا بفئة ذوي الإعاقة، وعن استعدادهم لهذا اليوم الوطني وعن الاحتفالات والفعاليات التي سيقيمونها، نتحدث الآن وفي هذه اللحظات مع الأستاذة بيادر الهدهود، وهي مشرفة العلاقات العامة وكذلك مشرفة البرامج في اليوم الوطني. أهلا وسهلا فيك وقواكم الله. أنا ودي أولاً تحكي لي عن هذا اليوم الخالد وعن استعداداتكم فيه لمشاركة ذوي الإعاقة. أول شيء شاكر لكم الاستضافة. بداية نتعرف عن الجمعية. هي جمعية عنيزة للتنمية والخدمات الإنسانية تأهيل، تأسست عام 1402. هذه الجمعية تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة منذ ولادتهم إلى أن يصلوا إلى أن يكونوا كباراً في السن. الجمعية طبعا ضمن أحد أدوارها الاحتفاليات أكيد في اليوم الوطني اللي تقوم فيه محافظة الإنسانية تحت شرف اللي هو المحافظ العنيزة الأستاذ عبد الرحمن سليم، راح يكون في مركز إن شاء الله الأميرة نورة، وأكيد راح يكون تسليط الضوء على أشخاص ذوي الإعاقة في دورهم في تعزيز الانتماء لهذا الوطن الغالي. ماذا عن البرامج التي ستقيمونها في هذا اليوم تحديدا؟ طبعا الجمعية من خلال مراكزها مثلا في مركز المجمع الجفاية للرعاية والتأهيل، أيضا مركز السعد للطفولة والتدخل المبكر، وأيضا مركز التميمي للتوحد، ومركز الخنانية للتمكين الوظيفي. سوف نقوم في العديد من البرامج، ممكن أذكركم أهمها اللي هو راح يكون عمل العديد من البرموات، تمام، راح نعكس فيها جهد هذا الوطن الغالي من عهد المؤسس الملك عبد العزيز لغاية عهد الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، من خلاله ذكر جهود هذا الوطن لأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا راح يكون عندنا العديد من البرامج الداخلية في المراكز راح نعكس فيها جهد هذا الوطن وتوصيل هذه الرسالة لأبنائنا ذوي الإعاقة. أيضا راح يكون عندنا مشاركات خارجية من خلال اللي هي نزول ميداني في ميدان المحافظة الإنسانية، راح تكون فيها اللي هي نزولهم ميدان توزيع بعض الهدايات للمجتمع، وبهذا الدور حنا نعزز دمج ذوي الإعاقة في المجتمع. شكرا جزيلا قواكم. يعطيكم العافية. ختاما رسالة بسيطة حابين حنا نوصلها من خلال قناة الإخبارية: الوطن غالي علينا ومملكتنا لنا دار، وخدمة ذوي الإعاقة هي فخر جمعيتنا. شكرا جزيلا. شكرا لكم، يعطيكم العافية. إذن أحمد، كما شاهدنا هذه الاستعدادات قائمة على قدم وساق بالنسبة هنا لجمعية عنيزة للخدمات الإنسانية وكذلك لكافة القطاع الثالث في محافظة عنيزة لمحاولة أيضا أن تكون هذه الفرحة شاملة للجميع. تفصلنا عن هذه الفرحة يومين فقط، وإن شاء الله نعيشه وبلدنا بأمن وأمان ورخاء ونعيم دائما وأبدا.